أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. الإمارات مركز مالي لتعاملات جماعات إرهابية طبقا للخارجية الأمريكية، ومدونون يتساءلون عن سر صمت إعلام دول الحصار. دعوات عبر مواقع التواصل الفلسطينية لإعلان الجمعة يوم غضب لنصرة المسجد الأقصى، وفي نقاش الليلة حملة عالمية لتدشين مستشفى للنساء والأطفال تحت الأرض في إدلب حماية للأمهات من القصف المتواصل. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم في حلقة الليلة، ونبدأ من الأزمة الخليجية، حيث أشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب للعام 2016 أشاد بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب. وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي المقابل قال التقرير إن الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز مالي في تعاملاتها المالية، كما أن أفرادا وكيانات بالسعودية استمرت في تمويل جماعات إرهابية وفقا لما جاء في التقرير، الذي أشار أيضا إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية في السعودية يتم رغم جهود السلطات لمكافحة الإرهاب هناك. وفور انتشار بنود التقرير السنوي جاءت كلمة المفتاحية الخارجية الأمريكية ضمن الأكثر تداولا في الدوحة، حيث غرد المدونون تعليقا على هذا التقرير، كما دشن مدونون قطريون واسم قطر تنتصر سياسيا، معتبرين التقرير تبرئة للنظام القطري ولقطر من التهم التي أوردتها دول الحصار في مطالبها مع بداية الأزمة. الصحفي عبد الرحمن القحطاني عبر تويتر قائلا: عندما تصرح الخارجية الأمريكية بأن شيء العربية وسكاي نيوز تطبل بأي شيء، العربية وسكاي نيوز تطبل لساعات، لكن عندما يتعلق الأمر بخبر إيجابي يخص قطر على الصامت. الكاتب عبد الله الصالح والآخر يقول: الخارجية الأمريكية تصفع دول الحصار ببراءة قطر، تجاوزت قطر مرحلة تبرئة ثوبها من الدماء الأبرياء من دماء الأبرياء، وما على دول الحصار إلا الاستغفار من ظلمها. حساب آخر باسم قطري يقول: أطالب الخارجية الأمريكية كمواطن قطري عدم رسم الحزن على وجه الحكومة الإماراتية، خفوا عليهم شوي. رماحي هو الآخر أو عبد الله الصليتي هو الآخر يقول: بعد تقارير الخارجية الأمريكية لا نريد المصالحة بيننا المحاكم الدولية والأمم المتحدة، قطر تنتصر سياسيا. مغردون تداولوا طوال الساعات الماضية تصريحات نقلتها قناة الأم بي سي الأمريكية التي تؤكد تقارير الاستخبارات الأمريكية عن تورط دولة الإمارات في عملية القرصنة على حسابات وكالة الأنباء القطرية قنا في 24 من مايو أيار الماضي، وهي القرصنة التي مهدت لفرض دول عربية الحصار البري والجوي والبحري على دولة قطر بعد أقل من أسبوعين من تنفيذ عملية القرصنة. دعونا إذن نتابع أبرز هذه التصريحات. مسؤول أمريكي يؤكد ضلوع الإمارات في القرصنة. قالت الإم بي سي الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي استخباراتي أن دولة الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وهو ما يؤكد ما جاء في تقرير صحيفة الواشنطن بوست قبل أيام. وقال المسؤول إن الإمارات استخدمت متعاقدين سريين خاصين لتنفيذ عملية القرصنة. وقد أبلغ مسؤولون أمريكيون أيضا قناة الإم بي سي أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مختطفين في العراق هي أيضا معلومات مفبركة على حد قول القناة نقلا عن مسؤولين. في حين جدد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش جدد نفي ضلوع بلاده في عملية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، مشككا في التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مصادر من وكالة الاستخبارات الأمريكية.
لا يزال مقطع محاولة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش نفي ضلوع بلاده في عملية القرصنة في حوار متلفز مع قناة سكاي نيوز البريطانية، لا يزال هو المقطع الأكثر تداولا اليوم الثاني على التوالي، فلنتابع. بالطبع لم نقم بذلك، وقد نفت سفارتنا في واشنطن ذلك في وقت مبكر، ونحن نكرر النفي بالطبع. إذن في رأيك من أين أتى كل هذا الكلام؟ لا أعرف، ليس لدي علم بذلك، لكن بالتأكيد الافتراضات كلها بلا أساس، لكنها مبنية على مصادر من الاستخبارات الأمريكية وصحيفة محترمة هي الواشنطن بوست. قد يكون هذا مقنعا لبعض الناس. مجددا، من هم المصادر؟ وبالطبع القصة كلها بلا أساس ومرفوضة تماما. إذن هذا كلامك كوزير لدولة متهمة بالضلوع في الأمر، هل سيصدقك الناس؟ القصة بلا أساس. سيصدقونك أم يصدقون وكالة الاستخبارات الأمريكية؟ لا فرق، أعتقد أن الأمور واضحة، الإمارات ليس لها علاقة بالأمر كله. فيما يبدو أن الأمريكيين تجسسوا على اجتماع حكومتكم، هل هذا صحيح؟ أنا لم أطلع على التقرير كله، لذلك لا أستطيع التعليق على هذا، ولكن مجدداً قصة القرصنة كلها بلا أساس. هذه أزمة وهناك الكثير من الإشاعات، وأعتقد أن القصة سوف تختفي. هناك ادعاء أن الأمريكيين تجسسوا على حكومتكم وأنت لم تقرأ الموضوع بعد؟ كان لدي لقاءات كثيرة اليوم، ولكن كما قلت لك أن القصة الخاصة بالقرصنة كلها بلا أساس. مذيع ذا سكاي نيوز الإنجليزية والبريطانية يقول له أن المخابرات الأمريكية تجسست على حكومتكم وهو ليست لديه معلومة، وحتى الآن السيد أنور قرقاش لم يعقب على ذلك ولم يقل شيئا. تويتر انشغل خليجيا اليوم الثاني على التوالي بمناقشة تصريحات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش وكذلك التصريحات التي نقلتها شبكة NBC الأمريكية. نتابع أبرز التغريدات التي وردت عبر تويتر. الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبد الرحمن بن حمد يقول بعد تأكيد قناة NBC أن الإمارات وراء قرصنة وكالة الأنباء القطرية والذي تسبب في الأزمة، هل سيستمر مسؤولها بالإنكار غير المجدي؟ نترقب. حسابنا بسمة دوحة يقول تنكشف من يدافع عن باطل ولو كان في الحوار مماطل. والصحفي الكويتي أحمد سالم يقول أعراق الصحف الأمريكية تفرش بلاطها لكشف الحقيقة، لا تابعة ولا متبوعة، لا إخوانا ولا مسلمين، لتؤكد بالصوت الواعي العاقل حصار قطر باطل بالثلاثة. عبد بدوي والآخر يقول كل أمر استند إلى باطل فهو باطل، دول الحصار اتخذت قرارات مرتجلة دون دراسة ناتجة عن حقد قديم دفين على قطر لأنهم اختلفوا معها في ليبيا ومصر وسوريا. حساب مرسال قطر يرصد في تغريدته كرر قرقاش كلمة الأزمة بلا أساس ولا علاقة لنا بالقرصنة تقريبا نحو 8 مرات في 30 ثانية ولم يقدم أي برهان يذكر. سارة هي الأخرى تقول على وسم باسم قرقاش، قرقاش يقول لا صحة لخبر واشنطن بوست وهو يحسبها جريدة عكاظ المسكين. واشنطن بوست أسقطت الرئيس الأمريكي نيكسون، هذه هي الصحيفة اللي ما عندها لعبة يا قرقاش. بالتأكيد سارة تشير إلى ما عرف باسم فضيحة الووترغيت. وإلى القدس حيث اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم بالضرب على عشرات المصلين في محيط المسجد الأقصى الذي يواصل المقدسيون لليوم الرابع على التوالي رفض دخوله عبر البوابات الإلكترونية التي نصبتها سلطات الاحتلال بعد أن أغلقت كافة الأبواب الأخرى. وكانت مسيرات وفعاليات انطلقت في الضفة الغربية وغزة احتجاجا على إجراءات الاحتلال ومناصرة للمسجد الأقصى. وتزامنا مع رفض المقدسيين
السادسيين الصلاة داخل المسجد الأقصى، دعت كوانا وطنية وشعبية فلسطينية لاعتبار الجمعة القادمة يوم غضب فلسطيني، مطالبة المقدسيين بالصلاة يوم الجمعة أمام المسجد الأقصى فقط مع إغلاق جميع المساجد في المدينة. ونشدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية، نشدت كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني الخروج عقب صلاة الجمعة بمسيرات غضب نصرة للأقصى. وشددت حركة حماس على أهمية المشاركة في جمعة الغضب من قبل شرائح الشعب والفصائل كافة، تأكيدا على إسلامية القدس والأقصى ورفضا لإجراءات الاحتلال الرامية لفرض واقع جديد على الأقصى لم يشهد مثله عبر التاريخ. دعونا إذن نتابع مشاهد من اعتصام المقدسيين مساء اليوم بمحيط المسجد الأقصى وهو المستمر منذ يوم الأحد الماضي. موطن الفلسطينيين المسجد الأقصى، مقاطع كثيرة تداولها النشطاء من محيط المسجد الأقصى لاعتقال قوات الاحتلال المعتصمين. دعونا نتابع أحد هذه المقاطع. أمة قائدها عن جهية الاحتلال، كيف البوابات لا وجمعة الأقصى وأغضب للأقصى ورسوم أخرى لا تزال تأتي ضمن الأكثر تداولا في الوطن العربي. دعونا نتابع أبرز التغريدات المتفاعلة عبر تويتر ونتابع بعض هذه التغريدات. المدون الفلسطيني محمد المدهون يقول: دعوات فلسطينية لاعتبار الجمعة القادم يوم غضب لأجل المسجد الأقصى، حيث ستشهد الأراضي الفلسطينية مسيرات ومواجهات في كافة المناطق. بينما الإعلامي أنور مالك يقول: لا تخذلوا المرابطين بالمسجد الأقصى، فهم يدافعون عن شرف المسلمين الذين لا يشدون رحالهم إلا للحرمين الشريفين وثالثهم صار يتعرض للتهويد يا عرب. بينما المدون الغزوي رضوان الأخرس يقول: ليت الشيوخ في أمتنا كلهم مثل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري الصادح بالحق دون خشية رصاص الاحتلال الذي أصيب به وهو يرابط قرب الأقصى يوم أمس. بينما دينا تقول: المجد لصاحب فكرة رفض دخول للأقصى عبر البوابات، فكرة لاستنهاض أمة بأكملها، وإني أراها بداية لإعادة الأقصى كاملا لحضن المسلمين، ذلك على وسم البوابات له. حساب دعم فلسطين يقول: وضعوا بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن، فكشفت معدن أهل القدس الأصيل بشيبها
وشبابها. ياسمين هي الأخرى تقول: المرابطون أمام الأقصى، والله يا ريتنا كنا معاكم، حدثوا أنفسكم بالجهاد، وإن لم تستطيعوا فالأقصى يناديكم. كثيراً من الصور وثقت الأوضاع في مدينة القدس إثر اعتصام المقدسيين أمام بوابات المسجد الأقصى رفضاً لدخوله. دعونا نتابع أبرز هذه الصور المتداولة عبر تويتر وإنستغرام. فصل قصير نتابع بعده قصصنا لهذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وإلى سوريا، حيث أطلقت الحملة السورية أو The Syrian Campaign حملة إلكترونية عالمية لجمع التمويل والتي تعرف باسم The Crowd Fund من أجل بناء مستشفى للنساء والأطفال تحت الأرض لحمايتهم من هجمات النظام المدعومة من قبل روسيا، والتي كانت سبباً في مقتل آلاف من الأمهات السوريين والأطفال بشكل خاص. الحملة تستهدف جمع 100,000 دولار عبر مساهمات الأفراد على الإنترنت لبناء وتجهيز هذه المستشفى. مزيد من التفاصيل عن هذه الحملة وكيفية عمل التمويل الجماعي على الإنترنت وكذلك ضمان تحقيق الأهداف على الأرض يجيب عليها ضيوفنا من The Syrian Campaign، وينضم إلينا من تورنتو بكندا الطبيب السوري خالد الميلاجي، وهو المسؤول عن مستشفى ابن سينا المزمع إنشاؤه تحت الأرض في إدلب. دكتور خالد، أهلا بك معنا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور خالد، هل يمكن أن تشرح لنا ما هي الحملة التي تنظمونها لأجل بناء مستشفى تحت الأرض وتخبرنا عن تفاصيل هذه الحملة؟ طبعا أنا أحد العاملين على مستشفى تحت الأرض في مدينة إدلب، هم الأساس على الأرض اللي نحن كلياتنا وراهم ونساعدهم. طبعا نحن والزملاء في سيريا كامبين عم نحاول نوفر جو من الحماية للكوادر الطبية الموجودة في الداخل السوري لتشجيعهم على البقاء في الداخل السوري، وصراحة يعني نوصل لمرحلة جذب للكوادر الطبية السورية الموجودة في تركيا وإعادتها إلى الداخل السوري. حاليا الوضع الصحي في الداخل السوري متدهور بشكل كبير، وخاصة في مناطق المعارضة، بسبب طبعا إما بسبب استهداف المشافي واستهداف الكوادر الصحية، وإما بسبب نقص في الأدوية والمستهلكات والتجهيزات الطبية اللازمة. ففي نحن يعني مع مجموعة من المنظمات وحتى مع بالتنسيق مع سيرا كامبين عملنا على تقرير ممكن تطلعوا عليه، موجود في مختلف أنواع الحماية للمشافي والمنشآت الصحية في الداخل السوري، وابن سينا هو أحد المشافي التي نعمل عليها من يعني تقريبا منذ سنة ونصف بالتنسيق مع مديرية صحة إدلب، المالكين الحقيقيين لهذا المشفى. هي مشفى وطني موجود في من يعني عند تحرير إدلب كان موجود ولكن غير فعال المشفى، ولكن احنا باشرنا في تأهيل الطوابق ما تحت الأرض الموجودة في هذا المشفى لاستخدام الطوابق العليا كدرع للطوابق السفلية. طبعا هذه احد اليات حمايه الكوادر الطبيه وحمايه المشافي. هناك اليات اخرى ببناء مشافي صغيره او متوسطه
من الصفر صراحة، هو حفر ضمن في مناطق آمنة نوعا ما أو بعيدة عن الأنظار، وحفر وبناء ثم ردم لهذا المبنى. ولكن نحن نتكلم في ابن سينا عن مبنى مرجعي أو مشفى مرجعي، مشفى ضخم، لا يمكننا اعتماد آلية الإخفاء أو الاختباء هنا. يعني نتبع الطريقتين، الطريقة الأولى هي أولا أو الآليتين مع بعض. الآلية الأولى هي حماية الأجزاء الضعيفة من المشفى، والآلية الثانية والأهم صراحة هي جعل هذا المشفى واضح للعيان أمام المنظمات الأممية، أمام الأطراف جميعها. هناك حجج واهية أحيانا بعدم معرفة الأطراف بأن هناك مشفى صراحة في بعض المناطق التي يتم استهدافها. إذن دكتور خالد للتوضيح، مستشفى ابن سينا هي بالأساس موجودة في إدلب، وأنتم تعملون على تطوير هذه المستشفى أو تجهيزها بحيث تصبح أكثر أمانا للمرضى وأيضا للكوادر الطبية التي شهدت على مدار الأزمة أكثر من استهداف لمستشفى وقتل للكوادر الطبية، وبالتالي هروبها وخروجها إلى الخارج، أو على الأقل يعني من بقوا في خطر شديد، هذا صحيح؟ نعم، أكثر من 100 استهداف في عام 2016 لوحده، أكثر من 800 عامل في القطاع الصحي مسجلين استشهدوا خلال الخمس سنوات أو الست سنوات الماضية. نعم، يتم صراحة العمل في الطوابق السفلية من الأبنية هو غير مؤهل للعمل الطبي، فيحتاج إلى الكثير من التأهيل إلى التهوية إلى توفير يعني الصرف الصحي. كل هذه الأمور يعني عادة عندما يتم العمل على تقديم خدمات صحية في مثل هكذا يعني ظروف، يتم دائما عندنا أصبح خبرة صراحة في الخمس سنوات الماضية في تأهيل الطوابق السفلية أو في أو الأماكن تحت الأرض حتى تكون يعني مؤهلة نوعا ما لاستقبال أو لاحتضان الكوادر الطبية وحمايتها بشكل كافي، وتوفير نوعا ما يعني جو ملائم لتقديم خدمات صحية جيدة. نعم، ابقى معي دكتور خالد، تنضم إلينا كاثلين فانون منسقة الحملة ومسؤولة الدعم والتأثير بالحملة السورية. كاثلين أهلا بك معنا، وسؤالي إليك يعني كيف يمكن دعم هذه الحملة، وما هي الطريقة التي استطاع أو تستطيعون بها تحصيل الأموال اللازمة لبناء هذا المستشفى أو تجهيز هذا المستشفى؟ Thank you so much for having me. شكرا جزيلا لاستضافتكم. حسنا، خلال الأشهر الماضية خالد وفريقه المميز حصلوا على تبرعات لتعزيز ذلك المبنى، وقد عملوا مع أشخاص من القاع من الجماهير لكي يحصلوا على التبرعات لكي يعززوا من مكانة ذلك المستشفى، مستشفى ابن سينا. وقد عملنا طبعا مع خالد وعملنا مع مؤسسته المسمى سيمرو، منظمة الإغاثة الطبية الدولية المستدامة، ونحتاج إلى $100,000 لكي ننهي هذه المهمة. وبطبيعة الحال يمكن للناس أن يتبرعوا لكي ينقذوا الأرواح في سوريا. كما شرح خالد، هذا المستشفى هو تحت الأرض لكي نوفر الإمدادات للمسعفين والأطباء والممرضين، وأيضا لكي نحمي المرضى. وهذا مهم للغاية، لأن الحكومات التي تتبرع لا توفر الأموال مباشرة إلى هذه المستشفيات تحت الأرض، لأنها تعتقد أن هذه بنى تحتية طويلة الأمد، ونحن نمارس ضغوطا على الحكومات لكي تتدفق الأموال لحماية زملائنا وحماية المرضى. ولكن في الأثناء نحن يحدون الأمل أن نجمع التبرعات. كاثلين، كما قلت وانطلاقا من نقطة أن الحكومات لا توفر الدعم لهذه المستشفيات، تم جمع $60,000 حتى الآن من على الإنترنت من أشخاص عاديين مثلي ومثلك، هل يمكن أن تشرحي للمشاهدين آلية العمل بالكراود فوند من أجل تنفيذ مثل هذا المشروع؟ نحن نعمل مع داعمين، ونحن نعمل مع شبكات على الإنترنت، أشخاص عاديون تربطهم
مرتبطون بسوريا وأيضا أفراد تواصلنا معهم من خلال التواصل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكي يدعموا هذه الحملة المهمة جدا. وخالد لعب دورا أساسيا وبلاء حسنا لأنه عامل مع شبكة من الداعمين والطلاب لكي يذكوا الوعي ولكي ينشروا المعلومات بشأن ما نقوم به. طيب في ظل الأوضاع الخطرة داخل سوريا، كيف يمكنكم إيصال هذه المساعدات إلى الداخل وتنفيذ التعزيزات لهذا المستشفى وأيضا إيصال المساعدات الطبية لهذا المستشفى؟ بالطبع أنت محقة، نحن نجمع التبرعات في الأثناء وسوف توفر هذه الأموال إلى مؤسسات أمريكية غير حكومية وهي تعمل مع مؤسسة خالد عن كثب سيمرو المنظمة الإغاثة الطبية الدولية المستدامة المقرها تركيا لكي نستطيع أن نوفر هذه الأموال لكي تصل إلى تلك المنطقة ونوفر هذه الإمدادات المهمة. في الأثناء إن جل الإمدادات الصحية تصل إلى شمال سوريا من خلال الحدود التركية، ولكن هنالك موضوع السبيل أو الوصول إلى تلك المناطق من خلال تركيا. هذا السبيل أصبح صعبا، لذلك الوصول إلى الإمدادات الطبية أصبح معقدا وصعبا. طيب ابقي معي كاثلين، أعود إليك مرة أخرى دكتور خالد الميلاجي. دكتور خالد، الحديث عن وصول الإمدادات إلى الداخل السوري عبر الحدود التركية وما قالته كاثلين من صعوبة ذلك ورفض المؤسسات الدولية أن تقوم بدعم مثل هذه المستشفيات، مستشفى ابن سينا لأنها بالفعل موجودة وتحتاج إلى تعزيز لتأمينها، هل تعتقد أن المنظمات الدولية تقوم بما هو كاف من أجل الحفاظ على حيوات المواطنين السوريين الذين تسعى أنت الحفاظ عليها؟ العمل الطبي يتم عبر الحدود في تركيا أو عن طريق الأردن، يعني لدعم المناطق الجنوبية في درعا والقنيطرة منذ عام 2012. كل المنظمات الدولية وحتى السورية أو العربية العاملة في شمال سوريا أو الجنوب أو حتى في المناطق المحاصرة في حمص أو في ريف دمشق تعمل من تركيا أو من الأردن أو من لبنان، فلوجستيا الأمور متوفرة بالشمال السوري بشكل كبير بالتعاون كبير صراحة من الأخوة الأتراك، سواء لوجستيا أو حتى توفير الحركة بالدخول والخروج إلى تركيا لكل الكوادر الطبية التي تحتاج إلى التدريب، لكل المستلزمات والتجهيزات الطبية التي نحن بحاجتها لإرسالها إلى الداخل. فكل المنظمات صراحة عندها يعني إذن للدخول والخروج يعني بكل سهولة. طبعا حتى يعني دخول خروج المرضى من سوريا لأصحاب الأمراض المزمنة أو حتى الإصابات الرضية التي تحتاج إلى عناية أكبر، الحكومة التركية توفر كافة المستلزمات منذ عام 2011. بالنسبة للعمليات يعني الأوبريشنز، يعني نحن نقوم بهذا العمل منذ عام 2012 ولا لا يوجد أي مشكلة في إيصال. طيب دكتور خالد، هل هذه المرة الأولى التي تستخدمون فيها the crowd fund أو التمويل عبر الأشخاص من الإنترنت لبناء أو لتجهيز واحدة من المستشفيات، أم أنها طريقة متبعة لديكم؟ هناك الكثير من المنظمات التي ونحن حتى يعني قمنا بهذا من قبل، ولكن بالنسبة بخصوص تجهيز والكونستراكشن صراحة بخصوص تأهيل وترميم المباني، هذه الجزئية التي ذكرتها الزميلة كاثلين صراحة هي التي الداعمين حتى الآن عندهم مشكلة في هذا الأمر، ولكن المانحين لم يبخلوا أبدا صراحة منذ عام 2012 في دعم المنظمات الدولية والمحلية بالتجهيزات والرننج كوست وتوفير الأدوية وكل شيء، بس ولكن في بخصوص ترميم وبناء مشافي لحد الآن هم يعني هناك صراحة حيرة، يعني كيف نريد أن نبني مبنى ونحن نعرف أنه سوف يقصف بعد يوم أو يومين أو أسبوع. طيب أو أسبوعين. طيب دكتور خالد أشكرك على ذلك. أعود إلى كاثلين بسؤال أخير سريع جدا، ما هي المدة المتبقية من أجل الحصول على المبلغ بالكامل التي تسعون للحصول عليه من الإنترنت؟
بطبيعة الحال منذ أسبوع أطلقنا هذه الحملة التبرعات عن طريق الأفراد، ومنذ أسبوع حصلنا على $60,000، وهذا أمر ملحوظ. ولدينا أسبوع آخر سوف نتبع هذه الآلية ذاتها لكي نعزز من بناء وترميم مستشفى ابن سينا. نحن نشجع الناس للوصول إلى syriacampaign.org/donate لكي يتبرعوا لهذا المستشفى، مستشفى النساء وحديثي الولادة، خلال الأسبوع القادم. نعم كاثلين، فعلا أشكرك شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لدكتور خالد الميلاجي المسؤول عن مستشفى ابن سينا الذين يحاولون إنشاؤه. أشكركم شكرا جزيلا من The Syrian Campaign. إذا هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، أذكركم بالتفاعل عبر حساباتنا المختلفة على فيسبوك وتويتر. تذكروا دوما أن ترسلونا بقضاياكم وقصصكم على واقع يتغير أو على الأقل وعي يزداد بهاشتاج لكم. تحياتي أنا حياة اليماني، وإلى اللقاء.